بالنسبه للمقارنه مع العام الفايت كاين الثمن طايح بزاف. الكساب هو الكساب ضايع بزاف، طايحه بالنسبه للعام الفايت طايحه 10,000 12,000 البهيمه بالمقارنه مع العام الفايت. مرحبا، هذا العام الثمن عيان والكساب ضايع بزاف، كاين اللي معلف البهيمه من شهر 3 شاريها بواحد الثمن، اليوم ما تعطيوش ذاك الثمن، والعلف غالي، العلف غالي بزاف هذا العام، يتراوح من 21 حتى 35، الخرفان ديال 50 60 حتى 80، ما يفوتوش 40 هذا العام، 40 ما يفوتوهاش. السبب كاين قلة الشتاء هذا العام، وكاين هذا المرض، الناس ما خدماتش، الناس ما البيعة والشراية خايفين، اللي تيحركوا شوية السوق خايفين بزاف، وهذا الشيء هو اللي كاين. يردوهم ولكن غادي تولي عندهم واحد الخسارة بزاف، حيك معلفها 5 شهور 6 ويردها ثاني فين باش بغى يبيعها كاع، تولي ليه 2 4 أيام صافي ما بقى ما يدها. ايوا سي الكسيبة راه الله يجعل البركة، الناس راه مكلة ومحنة، والثمن راه مناسب، الخير موجود الحمد لله، الله يحيد عنا الوباء هذا، والله يحيد عنا المرض هذا، والوقت راه زين الحمد لله، الغنم راه فيها الرخاء وفيها الغلا، حتى ياكل الدرويش وياكل الغني، والخير راه موجود. بالنسبة لهذا العام كيدير الثمن ديال شوية نازل الثمن. شحال طايحة في الحول؟ طايحة 6,000 8,000 الحولية 10,000 الحولية خلاص. الحولي طايح بالمعقول، والحولية واحد شوية راه هازة، لا كاين الفرق بزاف، كاين الفرق بزاف، مابقاش شحال الفلاحة، الفلاحة اللي موكلين بالثمن وموكلين العلف بالثمن وسميتو شوية راه محنين، والوكال راه الحمد لله راه الخير موجود، الناس كاع سارية كاع تاكل كاع كل اللي عنده شي حاجة راه يشري بها، يشري مول 20 يشري مول 16 يشري مول 14 يشري تا مول 10,000 و12 تا هو واكل. السارة كاين عام 8,000 ريال راه تبارك الله فيها 50 كيلو 45 كيلو 30 كيلو خير موجود. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.